السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديدة. كما شفتوا الفيديو ديال اليوم، غادي نقترح لكم واحد المائدة ديال الغداء او عشاء صحية للناس اللي مثلا ما كيبغيوش يزيدوا في الوزن بزاف، او لا كيبغيو ياكلوا اكل صحي، او لا يكونوا مثلا عاملين ريجيم. فهاد الاكل هذا كله يعني دايت، وغادي ينفع الناس اللي عاملين ريجيم، وكذلك حتى بالنسبة للناس اللي كيبغيو ياكلوا صحي. فغادي نقترح لكم في الاول واحد الشوربة زوينة، كذلك واحد الوجبة كاملة. إذا كان يهمكم هذا الفيديو وبغيتوا تعرفوا هذه الوصفات هادو، خليكم معايا وتابعوا الفيديو للآخر. اول حاجه غادي نصايبوا واحد الشوربه صحيه بزاف وحارقه للدهون بالنسبه للناس اللي عاملين ريجيم. فهنا غادي نحتاجوا واحد القرعه او لاكوسة مقطعه بهذا الشكل هذا، كذلك واحد نصف حبه ديال ليشو او الكرنب مقطع غير هكا لانه من بعد غادي نطحنوها. غادي نحتاجوا بصله كبيره، وهنا عندي جوج معلقات بالعبار ديال زيت الزيتون، يعني جوج معلقات كبار اللي كنتناولوا بهم الصوبة ديال زيت الزيتون. عندي المعدنوس مقطع، تقريبا استعملوا جوج حتى ثلاثه المعلقات كبار ديال المعدنوس مقطع، وواحد ربعه ديال البصلات خضر، يعني البصله الخضراء حتى هي مقطعه. اما بالنسبه للتوابل فغادي نحتاجوا غير الملح، الفلفل الاسود، هنا عندي شويه العطريه ديال الكوري، الا بغيتوا تستغناو عليها استغناو عليها على حسابكم، والضامه ديال البنه، اولا ممكن تستعملوا اي مرق، مرق الدجاج، مرق اللحم. فصافي، كما شفتوا هادو هما المكونات. غادي نوضع في الطنجره اللي غادي نطهي فيها سوب، غادي نوضع ديك جوج معلقات كبار ديال زيت الزيتون، وغادي نشحر مزيان هذيك البصله. من بعد غادي نضيف الخضروات ديالي، نضيف المعدنوس والتوابل اللي عندي وضامه البنه، وغادي نضيف عليها الكميه الكافيه ديال الماء. فغادي نتركها على النار لمده ديال نصف ساعه، صافي غادي تطيب لينا. وغادي ناخذها ونطحنها. فهاد الشوربه هادي يعني غنيه زوينه بزاف، غادي تدفيكم في هاد فصل الشتاء هذا، وفي نفس الوقت صحيه بالنسبه للناس اللي كيبغيو يعني الوجبات الصحيه، وراه كتجي لذيذه لذيذه بزاف. فانا هنايا فاش وضعتها باش نطحنها، ضفت لها واحد الحبه ديال الجبن، يكون لايت يعني هذاك اللي يكون ناقص في الدهون، فحاولوا تزيدوا واحد الحبه، غادي تعطيها واحد اللذه زوينه. طحنتها وكيجي هذا هو الشكل ديالها، كيجي القوام ديالها زوين، ودي ننصحكم انكم تجربوها. دابا غادي ندوزو الوجبة السريعة جدا اللي هي وجبة صحية متكاملة. ففي مقلاة وضعت جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، وضعت صدر الدجاج اللي قطعته بهذا الشكل هذا، وضعت عليه شوية ديال الملحة، شوية ديال الفلفل الأسود، وشوية ديال العطرية ديال الكوري. أنا هادو هما التوابل اللي كندير في هذه الوجبة، وكتجي أكثر من رائعة. بعد جبت واحد الفلفلة حبة كاملة، قطعتها إلى شرائح طويلة بهذا الشكل هذا. ممكن تضيفوا الالوان ديال الفلافل اللي كان متوفر عندكم يعني. من بعد غادي نضيفوا شويه ديال المعدنوس الطري، وصافي ونخليوها طيب. ما كتاخذش يعني وقت كتير، واحد 10 ديال الدقائق، وغادي تلقاو يعني هذا صدر الدجاج طاب. وصافي، من بعد كما شفتوا موجد، يعني فقط كياخذ واحد 10 دقائق على نار متوسطه، وكيطيب دغيا دغيا، يعني وجبه سريعه جدا صحيه ومتكامله. فرفقتها هكا مع الارز، بالنسبه للارز فانا سلقته مع شويه الماء والملحه، وصافي. ومن بعد يعني صفيتو، قدمته هكا ساخن، درتو هكا في زليفات، والكميه كتكون محدوده من جوج معالق كبار حتى لثلاثه للشخص الواحد، وراه مسموح للناس اللي عاملين ريجيم انهم يتناولوا جوج معلقات حتى لثلاثه ديال الارز، اللي يكون اكيد خالي من الدهون، يعني يكون مسلوق غير مع الماء والملحه. واذا كان عندكم احسن الارز الاسمر غادي يكون افضل. فصافي، هنا باش نوجد الطبله، جبت هذا البسكويت، هذا اللي صراحه كناخذو جاهز باش ناكلوه مع لاسوب، هذا كناخذو من محل وولمارت.
وصافي. وهذه هي الطاوله ديالتنا ديال الغداء. فكما شفتوا بالنسبه للشوربه فانا زينتها بشويه ديال الحار، فكتعجبنا حاره، اللي يعجبو الحرور يديرو، اللي ما يعجبوش ما يديروش. وكانت هذه هي المائده ديالتنا الصحيه، حنا تناولناها في وجبه الغداء. نتوما ممكن تحضروها لوجبه الغداء او العشاء. فدابا غادي نمشيو نحضروا كوكيز صحي 100% صحي زوين بزاف. فغادي نحتاجوا ليه الموز، غادي نحتاجوا فقط حبه واحده وشي شويه من البنانه الاخرى، لان عندي البنان صغير. الا كانت عندكم بنانه كبيره استعملوا غير حبه واحده. غادي نحتاج كوب من الشوفان يكون بحال هكا، يعني تحتفظوا به بحال هكا ما تطحنوش. غادي نحتاجوا تقريبا واحد نصف كوب ديال رقائق اللوز، اولا اي مكسرات تكون عندكم ممكن انكم تستعملوها في هذا الكوكيز، يعني جوز، لوز يكون هكاك مهرمش، كاوكاو، اي حاجه بغيتوا تستعملوها. غادي نحتاجوا هاد حبيبات الشوكولاته اللي هي شوكولاته سوداء مره، يعني ماشي هذيك اللي حلوه، هي اللي استعملتها. كما انكم ممكن تعوضوها بالزبيب، يعني بالعنب المجفف، وملعقه كبيره ديال العسل الطبيعي نحليو بها، وملعقه ديال العسل الطبيعي. وممكن اضافه لهذا الكوكيز هذا شويه ديال القرفه الا كانت تعجبكم النكهه ديال القرفه. صافي، غادي نوضعوا جميع المكونات مع بعض، وفي الاخير غادي نوضعوا البنان. كما شفتوا وضعت بنانه وحده وضفت لها غير واحد المرسو صغير كما قلت لكم، حتى نشوف القوام اللي غادي نحصل عليه ديال الخليط. بقيت كنخلط مزيان، يعني جمعت هذا الخليط. بعد وضعته كما شفتوا في الصينيه اللي غتدخل الفرن، تكون مفرشه بالورق الزبده لانه هو ما فيهش الزيت وكل شيء، فيلصق الا خليته غير في الصينيه يقدر يلصق ليكم، فضروري ديروا ورق الزبده. غادي ندخلوه الفران على درجه حراره 180 درجه، غادي يبقى تقريبا 10 دقائق. كيجي اكثر من رائع، زوين بزاف. هو ماشي داك النوع ديال البسكوي اللي كيجي مقرمش، ولكن صحي ولذيذ، ولي كالوري ديالو ناقصين بزاف، ما فيه لا زبده لا سكر، وكذلك ما فيهش البيض، يعني كوكيز اللي هو صحي بزاف، مناسب جدا للدايت، الناس اللي كيتلفوا هكا شنو يشربوا مثلا مع الشاي المساء. فقدمته هكا مع شاي اخضر. بالنسبه للشاي فانا في فصل الشتاء كنبغي نزيد فيه هكا اعواد ديال القرفه، وشي مرات كنزيد فيه حتى عصره ديال الحامض. وكيجي هذا هو الشكل ديالو، ممكن تناولوه في الكوتي ديال المساء اولا في الفطور ديال الصباح، كذلك كيجي مشبع هكا مع قهوه الصباح. فنتمنى ان هذه الافكار اللي عطيتكم اليوم صحيه تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش دائما تدعموني باللايك ديالكم باش تشجعوني اكيد نزيد نعطيكم وصفات اكثر صحيه. اللي مازال ما مشاركاش في القناه تشترك بالضغط على الزر الاحمر الموجود تحت الفيديو، كذلك ما تنساوش تفعيل الجرس. نهاركم مبروك، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المجي. يلا باي باي، بسلامة.